الحمد لله رب العالمين، ربنا أنعم علينا ونسفنا حمامنا القديم الذي كان يدير لجنة المسابقات، وبأكد على كلمة حمامنا القديم. دلوقتي أصبح عندي الشركة الألمانية وفيها الأستاذ طه، أنا مش متذكر اسمه طه إيه، راجل عنده خبرة وهو اللي كان بيدير لجنة المسابقات في بس إحنا ما تعاقدناش مع الشركة. طه عزة، طه عزة كان أيوة في الإمارات. ما تعاقدناش مع الشركة لسه إحنا لا، ولا إحنا نتعاقد مع الأشخاص دول اللي كانوا بيديروا الشركة. تمام، وهم اللي استخدموا الشركة طبعًا الألمانية طبعًا عشان تساعد في يعني أنا أصبح دلوقتي عندي، أقول لك إيه بقى، عندي في كمبيوتر بيدير المنظومة، ما بقاش في النظام القديم اللي إحنا قاعدين بنجيب بتاع فيها كور الكلام. النظام القديم ده خلاص. فأنا دلوقتي ما دام أنا عملت الكلام ده، قبل ما كنت أعمل الكلام ده محمد، كان المفروض إن أنا الأول أبنيه على أساس سليم. انا الاساس اللي عندي اصلا ما هوش سليم، بدليل ان انا النهارده بعد ما عملت القرعه زي ما الاستاذ عصام قال، ولكن بس الاستاذ عصام يعني ايه كان في حته كده اللي هي ايه بتاعت ان حضرتك قلت ان الاهلي والزمالك هيلعبوا 4 مباريات فقط في خارج القاهره. لا الكلام ده مش صح، لان هو الاهلي اللي هيلعب 4 مباريات فقط خارج القاهره، ولكن الزمالك هيلعب 7 تمام 7 انا لا لا 7 يعني هو الاهلي هيلعب 13 مباراه في استاد القاهره و4 مباريات في برج العرب. ادي اول اخلال بمبدا تكافؤ الفرص ما بين الاهلي وباقي الفرق. انا مش معترض تماما هو الاهلي بس يعني انت قصدك اه الاهلي فقط؟ لا انا بتكلم على الاهلي بس، ما اصل انا بكلمك على بطل الدوري. المشكله اتعملت باللي انت فرحان بيه اللي هو الذكاء الاصطناعي. لا لا انا تمام، انا بقول لحضرتك ان الذكاء الاصطناعي ده احنا بنيناه على اساس اصلا مغلوط، اصلا ان في قله ملاعب او كذا ايا كان بقى. ايا كان، انا النهارده عندي انا اصلا ما بلعبش بجمهور عشان الجهات الامنيه في الاسماعيليه تقول لك ان انا الاهلي ما يجيش. ما هو عدد جمهور الاهلي اللي بيجي في ماتش الاسماعيلي النادي خلاص بقى، انت بتزود عدد. انا مش هبدا، انا مش هلعب بفول، مش هيبقى عندي الاستاد مقفول. الكلام داير على انه هتبقى فول. ايوه بالظبط، كلام داير. انا برضه معاك. خليني على لو اقل 30000. خليني هقول لك حاجه فاروق، خليني اقول لك حاجه انت والاستاذ حسن. انا النهارده ما دام ان الماتش ده متخوف منه، بدل ما انا انقله بره واحرم جمهور الاسماعيلي وشحططه ان هو يروح لحد برج العرب، وجمهور المصري نفس الحكايه، وانا مشفق جدا اصلا على اهل بورسعيد من العقوبه الكبيره اللي هم لابسين فيها وما كانش ليهم ذنب. النهارده لا، هقول لك العب في بورسعيد والعب في الاسماعيليه وحدد لك جمهور اقل شويه. لو انا هلعب بباب لسه الاستاد ده بتكلم على المصري وبورسعيد، انا بتكلم تحديدا على ان النهارده انا عايز اشوف الاهلي بيلعب في بورسعيد والاهلي بيلعب في الاسماعيليه والاهلي بيلعب في المحله. ما انا النهارده الجديد ان شاء الله يا كابتن، انا اول ماتش اول 3 نقط هو بكلمك عليهم ان الزمالك هيلعب في المحله والاهلي لا. مش انت بتتكلم على الاسماعيلي؟ المحله ليه الاهلي ما بيروحش المحله؟ اديني سبب. لا الاهلي بيروح المحله. لا ما بيروحش المحله بره. لا بيلعب بره. لا بيروح المحله. لا يا جماعه الاهلي هيلعب. الاهلي هيلعب هيلعب. انت قصدك في البوله دي عموما؟ لا عموما لا عموما بيروح المحله. انت قصدك في القرعه بتاعت يا جماعه الاهلي عنده السنه دي، الاهلي عنده السنه دي 13 ماتش في القاهره. بيروح المحله 13 ماتش في القاهره. السنه اللي فاتت ولا على المره دي الاهلي هيلعب السنه دي في المحله؟ ايوه بيتكلم. مش مذكور في القرعه. مش مذكور في القرعه يا جماعه. بتقول ما بيروحش وما بيروحش السنه دي ومش رايح. السنه دي ما جاش. ايه الاستثناء السنه دي؟ ليه في السنه اللي فاتت يا حضرات السنه دي في استثناء ليه الاهلي ما يروحش المحله؟ استثناء هي القرعه جت كده بالكمبيوتر. إيه؟ هو مش رايح المحله، هيلعب مع المحله في ملعب تاني. ما هو ده الكمبيوتر. كمبيوتر ايه؟ كمبيوتر ليه؟ يعني ليه الكمبيوتر بيقول كده؟ ليه الكمبيوتر منع الاهلي خلى الزمالك يروح المحله والاهلي لا؟ حد يفهمني. انا اللي حصل في القرعه عشان حضرت، اللي حصل في القرعه ان غزوا المعلومات بعد اختيار الملاعب، وقالوا ان الكمبيوتر هو اللي هيوجه على الملاعب. تمام، مش فكر حتى بيطلع ايه، هتلاقي ماتش بتاع مودرن سبورت وانبي بتاع مودرن بحيث ان هو مش رايح جاي. فانت بالنسبه لي انت مش جاي على ارضي، انت رايح لملعب محايد. في حاجه تعليقا نقول، لكن هما يعني انتوا متخيلين ان الاهلي النهارده هيلعب 13 مباراه في استاد القاهره؟ 13 مباراه من 17 في استاد القاهره و4 مباريات على ملعب واحد برج العرب. البدايه بدري قوي كده. لا لا يلا، ما انا بكلمك النهارده انا هبدا دوري بكره، وانت عايز بتقول لي ان احنا بنتكلم في تكافؤ فرص، وانا كزملكاوي عايز تكافؤ فرص مع الاهلي عشان اقدر انافس. ما هو احنا ده هياخدني للنقطه الثانيه اللي احنا بقالنا اسبوع عمالين الكابتن حسين لبيب لبسنا فيها بتاعه نادي قلعه مش عارف ايه احسن قلعه في مصر والكلام ده. هرجع واقول لك ثاني ولا خليها لما تيجي وقتها عشان انت اكيد هتكلمني فيها صح؟ لا مش بتاعه القلعه ومش القلعه دي. لا خلصت من زمان. طب ماشي. بس انا بس ليه يا عماد حضرتك ما تذهبش وانت راجل مسموع الصوت في الزمالك وعموما في الرياض، ليه ما تذهبش ليهم ولماذا لم يرفع احدهم يده معترضا؟ ما انا اهو، ما احنا انا كراجل منتمي. انت قلتها في الاول يا استاذ عصام. ما انا بقول كده، انا سالتك هل في مشكله يا فاروق؟ يا فاروق انا هو رافع ايده ومعترض. انت انا اهو كراجل بنتمي لمنظومه الزمالك. أيوة مشجع، انا مشجع زملكاوي ومعترض. لكن لست مسؤولا يا مشجع وراجل زمالك. بطالب مجلس اداره نادي الزمالك ارفعوا ايديكم واعترضوا يا اخوانا. ما تجوش بقى في اخر الموسم وتقول لي اصل انا خسرت الدوري. يا حبيبي انت اللي قبلت القرعه كده، انت اللي قبلت القرعه دي. هو هنا بقى يشكر، انت كده حسرت في حق نفسك وقصرت في حق جمهورك. انا اطالب
الذين يديرون النادي الذي انتمي اليه، مش اطالب بعداله وهم قاعدين ساكتين. ما غريبه بس برضه. انت قابلت ظلم ما تتكلمش بقى، لكن انا دلوقتي بقول لك انا رافض ده. انا كزملكاوي وبتكلم بلسان ناس كتير جدا من جمهور الزمالك بقول انا رافض ده. طب انتوا يا جماعه اداره الزمالك انتوا فين بقى؟ احنا يعني من المتوقع بالشكل ده استاذ عصام ممكن نلاقي في نص الموسم الحديث عن بننسحب اللي بننسحب من الدوري. عارف هيبقى ليه؟ علشان زي ما عماد قال. عماد بس يا كابتن، انا بقول لحضرتك كابتن، حضرتك قول لي عماد بس. لا يا عم عماد بس الله يخليك حبيبي انت استاذنا. الفكره كلها انه هتتصاعد اصوات وربما يكون لديها اسئله. تمام، اللي عنده الاجابه الوحيد هو المجلس او ممثله او المندوب اللي حضر. اذا تعالت اصوات رسميه هتبقى هروبا من اسئله الجماهير. والا بقى والا الظلم ما تتكلمش ولا كلمه. على حسب النتائج مؤكد. امال هتبقى على حسب ايه؟ طب وانا ليه بقى استنى؟ ما نعمل من دلوقتي عشان ابقى عامل منظومه محترمه من اول يوم. بس هو انت خلاص ده القرعه اتعملت وانت قاعد وما عملتش حاجه. ما هي دي الكارثه بقى. انا عشان كده النهارده بقول يا جماعه انتوا سكتوا على الكلام ده ليه؟ النهارده جمهور الزمالك كله ما بيتكلمش طول النهار غير على ان الاهلي هيلعب 13 مباراه في استاد القاهره واربعه في برج العرب. السؤال داير على طبعا على السوشيال ميديا، يعني قلب الدنيا، قلب الدنيا ما بين جمهور الزمالك والناس اللي هم اللي زي كده اللي بيتكلموا في التلفزيون ومش عارف ايه. اداره الزمالك فين؟ ليه ما اعترضتوش زي ما انت بتقول يا فاروق؟ انتوا كنتوا قاعدين في النهارده، كابتن عصام كان موجود وناس كتير كانوا موجودين في القرعه. معقوله ما حدش من الزمالك اعترض؟ طب بلاش الزمالك، ما حدش مثلا من بيراميدز اعترض؟ سيبك من الزمالك يا سيدي، الناس دي ما اعترضتش ليه؟ انتوا دلوقتي واضح اهوت وش كده في طوبه اترمت عليكم بتقول لكم مفيش تكافؤ فرص بينكم وبين الاهلي. الاهلي هيلعب اربع ماتشات في برج العرب و13 في استاد القاهره وان كان عاجبكم، وانتوا ما اعترضتوش يبقى ما تتكلموش ولا كلمه، ما تتكلمش. تمام. طيب اسمحوا لي نطلع فاصل، هرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا بقى ونتكلم على انتوا ما عندكمش حاجه في الموضوع القرعه دي تاني؟ لا، هو ما فيش غير ان الكل تسلم عشان الراجل ده قال كلام مهم، ان هو بيتوجه لاداره نادي او اي انديه.